وسهلًا بيكم آه النهاردة آه بسام آه هيكلم النهاردة معانا على الرافعي الرافعي يعني إحنا النهاردة هنتكلم عن الأدب ولو هنتكلم عن الأدب يبقى بسام بقى هو اللي يقدر يستفيد علينا آه الأول قبل ما أبدأ وقبل ما نتكلم عن الرافعي أنا عاوز لكم الحالة اللي كنت فيها وأنا بقرأ الكتاب بتاعنا النهاردة آه كنت بقرأ حسيت إنه هو عالم ثاني قبل ما ابدأ في الكتاب حبيت أشوف الريفيوز لأن الكتاب كبير شوية ثلاث أجزاء فشفت الريفيوز وآراء الناس فيه ففوجئت بآراء جميلة جدا لقيت إن يعني أغلب الناس مجمعة إن هو أعظم ما كتب في اللغة العربية كتابنا النهارده اسمه وحي القلم للأستاذ مصطفى صادق الرفعي الأستاذ مصطفى صادق الرفعي مش عارف أصنفه هو أديب ولا مؤرخ ولا شعلة وطنية شعلة حماس ولا شاعر ولا ولا حكيم حاجات كتير جدا في بعض استاذ مصطفى صادق الرفعي ولد سنه 1880 في بهتيم استاذ محمد صادق مصطفى صادق الرفعي هو صاحب اول وقفه او اول تغيير في الادب العربي لدرجه ان تلميذه الشيخ علي طنطاوي اللي كان قدم لنا خلف عنه كتاب قبل كده بيقول ان الادب قبل الرفع شيء والادب بعد الرفع شيء لدرجه ان حتى كانوا بيقولوا ان الادب ادبين ادب عام على تاريخ الوطن العربي كله وادب الرفعي وده شيء مختلف تماما هو معاه الابتدائيه وهو صغير اصيب بمرض في اذنه فقد بعدها حاسه السمع وهو عنده 30 سنه يعني فضل مصاب بالمرض ده لحد ما المرض 30 فضل يتضاعف معاه لغايه مم. لما فقد السمع زي الاستاذ طه حسين كمان هو يعني يعتبر فكرة فقد الحاسة دي زاد في نبوغه جدا لأنه بدأ يفكر كويس جدا وبدأ يزيد في من حكمته عموما بس هم كتير عندهم يعني كان مشاكل في في الاعضاء سواء مثلا ان هو كان اصيب بالعمى بيتهوفن فقد حسه السمع في في 9 عمل اعظم سمع يعني فقدان الحاجه او الابتلاء بحاجه ده مش معناه دليل عدم الابداع ده حقيقي صحيح. ده هو ده ده كمان بقى علميا بيخلي في حاجه مهمه قوي ان هو بيحاول يقفل مجالات الحواس اللي ممكن تكون اصلا شاغله العقل يعني هو لما قال عنده السمع بقى زاد عنده التفكير صحيح. مبقاش بيسمع ناس كتير بقى صحيح. قاعد مركز في اللي هو بيفكر فيه اكتر محدش يقدر يقطع عليه الطريق الا بقى لو واحد دخل في الموضوع بجد وتعالى هنا عايز اتكلم معاك يعني. ده حقيقي واستاذ مصطفى صادق الرفعي فضل الاول بدا كشاعر بدا يكتب شعر كان مبدع جدا في الشعر وكان معاصريه استاذ حافظ ابراهيم استاذ احمد شوقي بس فضل لفتره معينه وبعد كده قال لا انا مش هينفع اكمل في الشعر الشعر بيقع بيحجم بيحجم الفكر او بيحكم امكانياتي بالقافيه والوزن وانا مش حابب ده وبدخل في جدال قوي جدا مع المدرسه اللي هي المحافظه اللي هو استاذ احمد شوقي واستاذ حافظ ابراهيم وما يمثلهم من الشعراء هو كان بيمثل مدرسه ايه, إيه هو ده هو هكمل لك هقول لك دلوقتي هو حصل معاه حاجه غريبه جدا فكرة هو كان أنا موجو... مش فاهم يعني هو المحافظة. كان موجود في العصر بتاعه يعني, يعني يعني كانوا مهتمين بالنسق القديم للادب العربي اللي هو الوزن والقافيه والبحور وان الشعر لازم يكون بقافيه ومفيش انك فالرافعي كان ضد كان ضد الفكره دي وفي الناحيه الثانيه في مدرسه ثانيه ده ضد المحافظين المجددين المجددين عباس العقاد مثلا اه المجددين اه ده في مدرسه المحافظين مدرسه المجددين اه في مدرسه ثاني اسمها مدرسه المجددين ودي منها عباس العقاد <applause> أه ودول اللي هم لغوا فكرة إن الشعر عموما أو قضوا على فكرة القافية والثقافة وبدأوا ينشروا الفكر الغربي عموما مم أو الفكر الحداثة وهو برضو كان رافض الفكرة دي تماما تم هو مش غلط بس هو الفكرة كلها ان هو هو شايف ان هو حالة لوحده قناعاته انا رأيي في موضوع الادب المحافظين والمجددين عامل زي اللي بيحب يركب عربية سبور ويحب يركب عربية ممتعة شوية عن يعني فكرة ان كل واحد ليه وجهة نظره في الادب عباس العقاد لما كتب وغيره من الكتابات اللي اتكتبت من المجددين ليها النسق بتاعها خليني اقول لك مشكلته مع استاذ عباس العقاد و وكان بينهم صراعات كتير جدا سواء استاذ عباس العقاد وتلميذه سيد قطب والناحيه الثانيه استاذ الرفعي وتلميذه الشيخ علي طنطاوي ان هو كان شايف ان استاذ عباس العقاد بيجرد النصوص من الجمال او الحس الجمالي او الحس الادبي وهو ما كانش حابب ده والناحيه الثانيه المحافظين بيهتموا جدا بالجمال بس بيحجموه بيافوروا فيه ان هو بيهتموا به جدا بالوزن بالوزن والقافيه فهو حب يخرج من الموضوع ده وسنة 1910 عمل أول وقفة في الأدب اللي هي وقفة أو ثورة في عالم الأدب، قرر أن يدخل النثر ويحول الطبيعة والمكونات والحياة حتى النصايح القصص كلها يحولها كأنها معزوفة موسيقية من الأدب. طب بس سم اسمح لي بسؤال أنا آسف يا عمار، إحنا بن بن يعني بنقول كلمة الأدب كتير. إحنا ممكن نكون في مش يعني ما عندناش يعني إدراك يعني إيه كلمة أدب؟ فلأن أنت بتقول إن في الأدب الرفعي فأنا حابب أعرف توضح لي الحتة دي. أه هقول لك هو الأدب عموما الأدب هو كل شيء جميل أو شيء أو هو محاولة تجميل الشيء أو إظهار الشيء في شكل جمالي. كتابي. عموما سواء كتابي، فني، سمعي، صوتي فمثلا مم يعني ممكن يكون فيلم ده أدب. طبعا ممكن يكون نوع من أنواع الأدب. في كمان الكتابات الكتابات تنقسم انواع منها الشعر منها النثر منها القصه القصه القصيره القصه الطويله الروايات كتير جدا حاجات كتير جدا مم. الادب اشياء متفرعه كتير جدا جميل بس هي غرضها في النهايه تعبر عن حاجه تعبر عن ذات الانسان يعني انا عايز اقول جمله فممكن اقولها في شعر ممكن اقولها في قصه المعنى اللي جوايا بعبر عنه زي ده اسمه ادب هو طيب هو ادب الرفع انت كنت بتتكلم عنه ايه المميز بقى في ادب المميز ادب ان هو شايف ان الشاعر او الاديب ما ينفعش ياخد الصورة الحقيقية اللي موجودة قدامه ويحطها زي ما هي في النص بتاعه لازم يضيف لها شيء من الجمال شيء تتذوقه شيء يظهر فيه الحقيقة أو الصورة بشكل مرسوم صورة كاملة أدبية جميلة لدرجة إن مثلا تلاقي الرفع لما يجي يتكلم فيقول لك لماذا الشمس على الحيطان افتح بيبان افتح البيبان لكي تدخل إلى النور تحس أنه هو بيتكلم في حاجة زي كده الصوره قدامك الشمس قدامك هو كل ده إن... كده كده عايز تقول ان هو احنا مثلا ممكن نتكلم عن ادباء بيقولوا لك الصوره زي ما هي ممكن نتكلم عن الناس لسه بيبداوا في طريق الادب ممكن يقول لك الصوره اقل من حقيقتها اه يعني انا عايز أقول هو عنده حاجه جديده جدا انا لاحظتها من الكلام ان هو كمان بيضيف لك بعد تاني غير بعد الصوره أطلع. ان عايزك تحط فيه المعنى اللي جوه قلبك انت كشاعر ازاي عندك مشاعر وانت قاعد في الاخر الصوره زي ما هي فين البعد النفسي بتاعك هو طيب انا ممكن انا اسف يعني ممكن اقول ان هو ده ممكن يكون آه ده فعلا راي الشاعر او الاديب التاني المخالف لراي الرفعي يعني فعلا ممكن يكون الشاعر هو عايز يوصف ده من جواه انت زي ما قلت ان الادب هو عباره عن ان انا بخرج الحاجه اللي جوايا بغرض ان انا اوصل صوره ده في في اعتقاد الرفعي او دي, في دي فكره الرفعي هو نقل الشيء بصوره جماليه بالظبط يعني ادب الرفعي ده هي جماليه اصلا اكتر ما هي جماليه حتى لو هي جماليه لدرجه ان هو بيقول مثلا من الاشياء اللي بي مش بيستحسنها ان انت لما تيجي توصف الشمس تقول وشمس صفراء وبحر ازرق هو مش مش كده فتلاقي مثلا, مثلا في كتابنا وصف وصف اي شاعر للشمس بطريقته اللي ممكن يكون بيخالفها الرفع هو ده برضو ادب اه طبعا, طبعا هو نوع من انواع طبعا. الادب هو ما انكرش ده لكن هو مش حابب يكون بالشكل ده هو مش مم. حابب يكون بستايل معين شايف إن الأدب او لا تبع كاتيجوري معين او مدرسه معينه صحيح. لا هو مدرسه لوحده منفصله مم. تماما فتلاقي مثلا في كتابنا النهارده وحي القلم تشوفه هو بيتكلم عن الربيع وبيوصف الربيع في جمل رنانه جميله جدا فيبدا يقول الشمس الساطعه بلهيبها المسفر بلهيبها الاصفر تسقط على 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 امواج على البحر الازرق فتزيده انوارا وتلألؤا فتلاقيه بيكتب كلام كل... لا يعني ده كلام مستنبط من من شعره من طريقه كتابته بس هو كتاباته تتحفظ ودي حاجه بيمتاز بيها الرفع عن اي شيء تاني او عن اي كاتب تاني ان الرافعي حتى في كتاباته حتى في كتاب وحي القلم فتلاقيه ماسك الموضوع بيكتب جمل جملة اثنين، تلاتة أربعة ممكن تاخد الجملة دي لوحدها تعمل بيها موضوع موضوع تاني لدرجة إن كان في كاتب عمل كتاب تاني اسمه كلمة وكليمة قرر إنه يجمع فيها كتب أو مقولات الرفعي في كتابه واكتشف إن أغلب مقولات الرفعي ما تعدتش 140 حرف فالكلام ده يعني ضار في ذهن شباب كتير جدا ولما تدخل على تويتر أو تحاول تدور في مواضيع تويتر تكتشف ان الرفعي 140 حرف اغلب كتاباته او الجمل يعني بتاعته قصيرة جمل قصيره, قصيرة وشديده آه يعني البلاغه ما بتتعداش ال 140 حرف مجموع الجمل 140 حرف لا 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 الجمله الواحده ما بتتعداش ال 140 حرف عشان كده بيقول لك ان الرفع لو كان موجود في عصرنا الحالي كان هيبقى الرجل الاول لتويتر لانه يقدر يلخص لك جمله او حكمه في 140 حرف والله بس انا بشوف من... ان ده الابداع فعلا يعني ف... سيدنا محمد, محمد صلى الله عليه وسلم كانت من المميزات او الخصائص بتاعته ان هو اوتيته على الكلم ده حقيقي ده حتى الشيخ علي طنطاوي ورثها منه ورث منه الحكمه كمان صحيح فانت لما تيجي تبص لل... للرفعي تلاقيه ان هو في الادب عملاق في الناحيه الثانيه الوطنيه هو راجل وطني من الدرجه الاولى في المقاومات السياسيه وفي كل حاجه تيجي تبص الناحيه من ناحيه, ناحية بره الموضوع خالص فتلاقيه انه راجل حكيم جدا حتى في كتاباته لما بيجي يكتب القصص تتفرج على طريقته سرده في القصص شيء عجيب شيء جميل جدا لكم ونبدا ندخل في الكتاب بس بعد الفاصل اطلع فاصل ونرجع مع بعض دي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رحمه مدامه بعد الرفعي يعني هو من اعظم الادباء المعاصرين اللي ممكن اي واحد بيحب الشرع الشريف بيحب الدين بيحب يقرا ادب راقي في غايه الادب وفي غايه الرقي ممكن يقرا له الرفعي كان من اعلام الادب وكان هم محسوب على مدرسه من مدارس الادب المعاصر ولكن هو في الحقيقة إذا أردنا أن نضع وصف للرفع باعتباره أديب فهو الأديب الصوفي هذه هذا التسمية التي أحبها للرفع لأن الرفع بصدق يشعرك وكأن الكلام الذي يكتبه في حديث القمر في رسائل الأحزان في هذه الكتب في وحي القلم وما أدراك مع وحي القلم هو يتكلم عن القص ويتكلم عن سلامة ويتكلم عن قصة القطتين ويتكلم عن كل هذه القصص العجيبة الذي يصيغها بشيء من النور وشيء من من اللطافة الرفع قصته قصة حب لمي زيادة معروف وهو وهي التي جعلته ينشئ كتاب رسائل الأحزان هذه الرسائل كما يعرف الناس هي كانت رسائل حب كان يريد أن يرسلها لحبيبته ولكن في الحقيقة هذه الرسائل لم ترسل ذهب لزوجته واستأذن زوجته اولا ان يكتب هذه الرسائل ونرسلها كما يقول محمد سعيد رأيان استأذن من زوجته ان يكتب هذه الرسائل التي لن يرسلها لحبيبتي. هذا الرجل مصطفى صادق الرافعي هو من افضل الذين كتبوا ونسوا نسرا عربيا عجيبا تداخلت فيه الافكار مع المعاني مع الاحاسيس مع الفلسفه. مصطفى صادق الرافعي يكتب برقة شديده ويكتب في حالة من حالات الإبداع الذي فيه نوع من أنواع تحس وكأنه شخص فيه ملد تراكيبه غريبة في كل عبارة تنتقل فيها تنتقل إلى معنى جديد يثور ويجعل الخيال يعلو معه حتى تظن أن الخيال قد لمس شكلا من أشكال تجليات الوحي مصطفى صادق الرافعي بحق من أفضل الكتاب الذين يمكن أن يقرأ لهم في الأدب وفي آه النثر لأنه في الحقيقة كان يريد أن يوصل رسالة للناس هو أن البلاغة في خدمة معاملة العبد لربه رجعنا تاني وبعد ما شفنا التقرير وشفنا راي الشيخ عمرو الورداني في وتعليقاته الجميله وقد ايه الرفع كان مبدع ودي حاجه يعني ما حدش فينا يقدر ينكرها ولا حد اصلا في الادباء او البلغاء او عظماء اللغه يقدر ينكرها حتى اللي جه بعده شهد له بفضله حتى تلاقي مثلا من الكتاب تلاقي مثلا ان الشيخ محمد عبده بيثني على الرفعي ويقول ان الله سيؤتيه حكم فتروح ناحية تاني تشوف تلاقي أستاذ مصطفى كامل بيقول سيأتي يوم يقول فيه الناس أن الرفع قد قال فتلاقي أن كمان حافظ إبراهيم كاتب فيه أبيات شعر يقول له بلغت السحاب ولم تجاوز الأربعين بيكتب اشعار كتير جدا تلاقي مقولات كتير جدا من الناس بتتكلم عن الرافع. البيئه يعني يعني الفتره اللي رافعي ظهر فيها كانت بتعتبر اسمها في العصر الحديث ادبيا فترة هي الأدبية. النهضه الادبيه يعني بعد ما بيحكولنا كده واحنا في الثانويه الازهريه ان في اسباب للنهضه الادبيه الطباعه والحمله الفرنسيه اللي اتت الطباعه وقضيه بدء الازهر ان هو يمارس دوره الكليات اللي بدات تفتتح في مجال اللغه العربيه الصحف والمقالات وغيره هو جه في الفتره التاليه ليها انت على طول. انت واخد بالك وانا بتكلم بقول مين معاصره اه يعني حافظ معصره ابراهيم الـ 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 احمد شوقي مصطفى يعني. كامل عباس العقاد تلميذه الشيخ علي طنطاوي كان طبيعي ان يطلع فالجيل نفسه والجو العام كمان اللي يساعد شويه على الابداع هو الفتره او الاحساس الانسان غالبا لما بيحس بالظلم بيبدا يهرب من الواقع او بيبدا يهرب من الحاله الاجتماعيه للادب بالفعلة. فتلاقي ان الادب هو تفريجه الشعوب فالفتره دي كانت البلاد محتله والبلاد بتمر بظروف صعبه جدا والملكيه وتلاقي كمان ان الشيخ استاذ مصطفى رفعي اتجه للازهر وهو اصلا مايل بطبيعته للاتجاه الاسلامي على عكس ناس تانيين بداوا في مرحله اللي هي الحداثه والمدارس الاستعماريه بدات تظهر والمدارس التحديثيه فالموضوع يعني اعتقد ان الجو العام جو يصغر لوحدها كتاب اه يعني هو الجو يتكتب فيه كتاب طب حي بس انا يعني عايز اسالك او يعني احنا اتكلمنا كتير عن الرفعي آه الكتاب يعني عايزين نسمع حاجه عن الكتاب آه هو انا اتكلمت اولا ليه كتير عن الرفعي انا كنت محتار قبل ما ابدا الحلقه هتكلم عن الرفعي أكثر ولا اتكلم عن كتابه آه في اغلب الكتابات او اغلب الكتاب اللي ناقشناهم كنا بنتكلم على الكتاب م. لكن حقيقي رفع لوحده كتب او مجموعه كتب في بعض عصرها كلها وطلعها في كتاب اسمه وحي القلم كتابنا النهارده وحي القلم. كتابنا عباره عن مجموعه مقالات في عموم الحياه بيتكلم فيها تلاقي مثلا بيتكلم فصل ديني فصل بيتكلم فيه عن قصص تاريخيه لان هو مؤرخ تلاقي بيتنقل فجاه للمقال اللي بعده مجموعه مقالات مش كتاريخ ولا ك يعني عارف انت مثلا لما اجي انا اقول مثلا انا متضايق ان انا قاعد مثلا ولابس القميص فهل هو مثلا بيذكر ان انا عمرو مثلا لابس مثلا لبس معين ولا هو بيبدا بيوصف الحاله بتاعت القميص انا يعني هو طريقته في الكتابه ما اعتقدش انك تشوف زيها او مم. حتى في عصرنا الحالي دلوقتي ما اعتقدش ان في طريقه كتابته حتى للقصة او سرد القصة مش بيسرد احداث مم. انت بتطلع من مقال انت حاسس بالحاله اللي كان فيها مش يعني هو مش هو... روائي خالص هو بيوصف حالات وجو عموم انت بتطلع مبسوط من القصه مم. عارف القصه بتفاصيلها وشايف جمال الشكل وجمال اللون وجمال لدرجه ان حتى وهو بيوصف البحر وبيوصف ريحه البحر فتطلع من مقال مثلا بيتكلم فيه عن الربيع او عن الصيف بالريحه بغض <تخلّد> النظر عن ريحه البحر اصلا كلمه البحر اول ما بتقولها بالريحة بتيجي تخيل <applause> لما بيكتب عنه نفسه الغالب الفترة ديت ان كانت ظهرت لسه فيها زي ما بقول قضيه الطباعه والمقالات انتشرت بشكل واسع وكان الجرايد دي كانت حاجه كانت هي زي الفيسبوك النهارده مفيش حد بيمشي من غير فيسبوك النهارده فبرضه ما كانش في حد ممكن يمشي من غير جورنال فكان المقالات دي هي سمت المجتمع لدرجه ان كتير من العظماء اللي اتكلم عنهم كانت كتاباتهم اللي بتتكتب هو مجموع المقالات فكان ده السمت الموجود في اللحظه انك تجمع مقالاتك في كتاب فوحي القلم ماشي على نفس المنوال بتاع المقالات هو فعلا هو ده مجموعه مقالات اتنشرت في جريده كان نزلها وبداوا يجمعوها وحصل بعد ما جمعوا الكتاب كتاب كتير جدا بداوا يجيبوا من الكتاب ويستق... ويستقطعوا منه كلمات وبدأوا يعملوا عليها حواشي وده اصلا مش موجود او ما كانش موجود في الادب تلاقي ان ده موجود في كتب العلم تلاقي ان موجود في النصوص او المتون العلمية لكن لما تلاقي ان الادب او الرفعي تلاقي ان فيه في الكتاب يجي يجيب جملة من الرفعي ويكتب ديها قصة مستشهد بالرفعي وكأنه بيحكي ان هو فوق النقد يعني الرفعي فوق النقد وفوق ان تعدى مرحلة النقد آه لدرجة ان كان بيقول في احدى اشعاره او في احدى كتاباته انه هو بيتحدى شاعر يشيل حرف من بيت هو كتبه. فكان تحدي قوي جدا في عصر هو شديد جدا. والفكره ان كل الشعراء ابصموا او وصموا او بصموا ان دي حقيقه، محدش فيهم يقدر يشيل حرف كتبه الرافعي. يمكن هي هي بسام موهبه سبحان الله، ربنا بيدي لكل واحد موهبه بيختصوا بيها وخصوصا للرافعي، بس انا عايز اسالك سؤال. يعني اشمعنا كتاب وحي القلم يعني انا مش عارف الرافعي ليه اكتر من كتاب ولا لا خصوصا ان الرافعي معروف يعني انا على الفيسبوك مثلا بلاقي كتير كلام ناس بتقتبس من الرافعي فهل الرافعي كتب غير وحي القلم ممكن اه تجيبني عشان عايز اسال سؤال على بعدي على على حسب إجابته في كتب كتير جدا للرافعي يعني هو الف كتب كتير جدا لكن هو اشهرهم وحي, وحي القلم ليه ليه بقى وحي القلم إيه مش في حاجة واحدة يعني ممكن تلاقي الرافع عامل كتاب أو عامل ديوان شعر إيه كان عامله قبل كده بيتكلم على الأحزان م. وتلاقي متخصص في الاحزان متخصص في الاحزان لكن وحي القلم انا تعليق عليه ان هو مجمع كل حاجه يعني, يعني عارف انت لو حبيت تعرف بستان تقرا وحي القلم هو اصلا في التعليقات بيقول ان الكتاب عباره عن بستان واغلب اللي بيبدا في وحي القلم مش بيخل مش بيركنه بيفضل وراه لدرجه ان انا اعرف ناس أعادت كتاب وحي القلم لمده 8 شهور هو قاعد ثمان شهور يخلص كتاب وحي القلم ويعيد فيه تاني يخلص كتاب وحي القلم ويعيد فيه ثاني طب انا كقارئ يعني ايه اللي ممكن اطلع بيه غير ان انا بقرا كلام حلو؟ اه هو الادب عموما انت ممكن تخرج من الادب هو اصلا بيقدم في الكتاب حكم ومواعظ وافكار وبيفتح عينك لاشياء كتير جدا بيقدمها بصيغه ادبيه مش الصيغه المعتاده المعتاده اللي احنا كلنا عارفينها اللي هو انتبه مع نثر في الاخر لا تخذل ال... ب... كل ده نثر يعني هو بيقدمه بصيغه ادبيه رائعه جدا يعني مثلا النثر تشوفه... يعني النثر يعني الكتابه اللي هي متصله ببعضها سواء كان في المقال او في الكتاب مش وزن بيت بشقي فمثلا تلاقيه مثلا إنه على تعليقك تعليقا على كلامك يا عمار تلاقيه مثلا بيكتب مثلا عاوز ينصحك انك تسيب الكتاب فما يجيش يقول لك بلاش دعوه ما يجيش يقول لك كده يقول لك الكتاب كل ما يريده منك الكتاب هو ان تريده م. خلصت جملته هو في الغالب انت اللي قريت الكتاب ده 8 شهور ورا بعض لا ده مش حقيقه اه فخلصت جملته اربع خمس كلمات تلخص فيها ان انت ما, ت... ما ترميش نفسك ما, ت... آه. ما ترميش نفسك في ال... في الاكتئاب هو اصلا بيضحك عليك ان هو معيشك فيه مم. انا خلصت كتابي وعرضته يعني عرضت الكاتب اكتر ما عرضت الكتاب لان الكاتب حاجه ثقيله جدا القصد من الكتاب كان الكاتب إيه ده حقيقي <applause> انا طلعت من الكتاب على الكاتب اتمنى نكون استمتعنا بالرفع وكتابه الجميل وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده مع المكتب